الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، آثر فيها عدم ذكر اسمه، إنما يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يحق للمرأة أن تخاطب زوجها بالطلاق إذا كان عليه دين كثير وعندها منه عيال وتخشى أن يتوفى أو أن تتوفى هي؟ وجهونا حول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. ليس للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بحجة عليه ديون كثيرة، فإن الديون قد ييسر الله سبحانه وتعالى لها الوفاء. والله جل وعلا يقول: وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. وما دام أنه قائم بحقوقها وما يجب لها عليه، فليس لها دخل في ديونه وما عليه من الالتزامات. فلو فتح هذا الباب لما بقي كثير من النساء مع أزواجهن، لأنه قل من يسلم من الديون. ولكن يكون حسن الظن بالله عز وجل رائد الجميع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خشيتها حين طالبت بالطلاق شيخ صالح، خشيتها من أن ترث هذا الدين ولها أطفال والتركة طرفها قليل، وتستشيركم أيضا. الدين ليس عليها وليست مسؤولة عنه. لو توفي زوجها وعليه ديون وليست مسؤولة عن هذا الدين، إنما الدين في ذمة المدين. إن كان له تركة فإنه يسدد من تركته، وإن لم يكن له تركة فإن الديون تبقى في ذمته. وإن تبرع أحد من أقاربه أو من إخوانه المسلمين بسداد الديون عنه أو أحد من المحسنين، فهذا شيء حسن، وتعاون على البر والتقوى وإبراء ذمة الميت المسلم. نعم.